هو احتفال بعيد رأس السنة الصينية أو ما يعرف بالسنة القمرية أو بعيد الربيع، وهذا من الأعياد الرسمية التي يحتفل بها الصينيون في كل عام. ما يتعلق بالعلاقات الثقافية الأردنية الصينية هي علاقات متجذرة وهي علاقات طيبة في المجالات كافة، فهناك تعاون وثيق ما بين الحكومة الصينية وما بين الحكومة الأردنية. وكما أشرت يعني في الكلمة أن الثقافة تلعب الدور الأساسي في تقريب وجهات نظر الشعوب وفي تحقيق الأمن والسلم والاستقرار. وطبعا التبادل الصيني الأردني ثقافة يعني متميزة، ويتقدم العلاقة الثقافية بين الأردن والصين في السنوات الأخيرة خاصة يعني تطورا سريعا يعني. وهنا الصين تشارك لكل دورات للمهرجان جراش، وتشارك يعني بكل المناسبات يعني على أيام الثقافية الدولية في الأردن. وكما يعني الأردن تشارك ايضا في المهرجانات الدوليه في تقام في الصين. ما شاهدناه اليوم هو تعبير عن فلكلور الصين وتراث الصين وتاريخ الصين، قدموه لنا حقيقه بشكل فلكلوري رائع جدا. ما شاهدناه من فعاليات اعتقد انها كانت تمثل العديد من المقاطعات الصينيه. انا بام عيني حقيقه شاهدت الصين عن قرب، وشاهدت مدى يعني اهتمام الصين ثقافيا ومدى يعني خلينا نقول تطلعها نحو ان تمد يعني يد العلاقه الطيبه مع الامه العربيه. ما أثار إعجابي هو العرض الراقص، خصوصا أن ابنتي الصغيرة استمرت بقول: ما أجمل هذا العرض، إنه مدهش، وهذا يذكرني بطفولتي.